cutaneous cysts. تعالوا بقى نشرح البيزك الاول هنا. cutaneous cyst ما معنى كلمه cyst يا دكتوره؟ دكتوره ولاء صح؟ يا دكتوره ولاء يعني ايه cyst؟ كافيتي كافيتي وحوطه وفي كونتينت صح؟ اه يلا عشان عايزين نشرح cutaneous cyst مستنيين. لا ذوق ايه ذوق ايه يعني ايه سيست؟ يعني ليها وولو كافيتي. اللهم صل على النبي. كافيتي مش ليها وولو كافيتي، ده هي عباره عن كافيتي، ليه وول وفيه كونتينت. حلو؟ طيب الوول ده بيتكون من ايه؟ يعني ممكن يتكون من ايبيثيليوم وممكن ما يتكونش من ايبيثيليوم، نون ايبيثيليال برضه. طب الايبيثيليوم لو افترضنا ان هو الوول بتاعه هيتكون من ايبيثيليوم، الايبيثيليوم جوه الجلد بيتكون من ايه؟ في ايه الايبيثيليوم اللي جوه الجلد؟ ايه الحاجات اللي فيها ايبيثيليوم جوه الجلد؟ الجلانس. جلانس حلو فيها ايبيثيليوم. وايه تاني؟ البلازمس فيها ايبيثيليوم. لا ايبيثيليوم. ايبيثيليوم؟ الابيديرمس. الابيديرمس نفسه ده الابيديرمس نفسه ايبيثيليوم، ده مثلا ستريت فاتس كويماس ايبيثيليوم. وايه تاني؟ والهير فوليكل. طيب نيجي نرسم كده. انا عندي حاجه اسمها ادي الابيديرمس اهو خلاص، واحسن يحصل منه انفاجينيشن، والانفاجينيشن دي تعمل لي حاجه اسمها الهير فوليكل. حلو؟ انا عندي الابيديرمس اهو شايفها. انا عندي هنا حاجه اسمها الاريكتور بايلي ماسلز. او نعمل هنا بس انا راسم زي الزفت بصراحه. ما انا فاهم. معلش انا بحب ارسم كده. اديني فرصتي. كلكم شايفين بقى، أنا عندي هنا الإبيدرمس، ماشي؟ الإبيدرمس يعمل إيه؟ يجي يقوم جاي محوط لك، شوف يلف كده، يحوط لك السيبيشس جلاند، ويرجع تاني يمشي عشان يحوط الهير فوليكل، ويقوم جاي محوط البتاعة دي، ويقوم جاي راجع تاني عشان يحوط البلب من تحت. معنى كده إيه؟ الإبيدرمس أهو ينزل يقوم جاي محوط لك السيبيشس جلاند، ويرجع ويحوط لك الفوليكل. معنى كده إيه؟ ان الهير فوليكل نفسها الهير فوليكل كلها متحوطه بابيدرمس صح؟ انا عندي الهير فوليكل ده ده انفاجينيشن من الابيدرمس، ده الحفره اللي هيتزرع فيها الشعرايه. وفي فرق بين الهير وفي فرق بين الهير فوليكل. الهير فوليكل ده الانفاجينيشن ماشي اللي جوه الابيدرمس اللي واصل لحد الدرمس وايفن لحد الساب كيو، اللي بيتكون من ثلاثه بارت. اول بارت سوبرفيشال خالص بيسموه ايه؟ انفانديبلر بورشن. والانفانديبولار بورشن ده بيبدا من اول الابيدرمس لحد الضغط بتاعت السيبيشس جلاند. حلو؟ تاني جزء اسمه الاسميك بورشن اللي بيبدا من اول الضغط بتاعت السيبيشس جلاند لحد الاريكتور بايلن ماسك. تالت جزء اللي هو اللور بورشن اللي بيسموه البالبر بورشن. او اللور بورشن ده بيتقسم حتتين بالبر وسوبرا بالبر مش مهم. انا ليه راسم الرسمه دي؟ يقول لك ايه؟ انا عندي الابيدرمس اللي هيحوط لي السيبيشس جلاند. الابيدرمس اهو صح؟ هيحوط لك السيبيشس جلاند كله 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 لحد ما يجي لحد الاسم بورشن، والجرانيولار سيل لير تختفي. يعني ايه تختفي؟ يحصل ابرابت كراتانيزيشن. يعني ايه ابرابت كراتانيزيشن؟ يعني المفروض من البيزل للبريكل صح؟ ومن البريكل ده يعتبر كراتانيزيشن ده ديفرنشيشن، ومن البريكل الى جرانيولا، ومن الجرانيولا الى الهورن لير صح؟ ابرابت كراتانيزيشن يعني الجرانيولا سيل ما اتكونتش، انتقلت من البريكل هوب الى الهورن لير. دي بيسموها ابرابت يعني فجاه ماشي. يبقى الحته اللي فيها الابرابت كراتانيزيشن دي فين؟ في الاسمس بار او الاسمك بار. يبقى الاسمس متحوط بابيدرمس في جرانيولار سيل لير. ما تردوا نوت اسوشيتد هنا الحته دي يا احمد ما فيهاش جرانيولار سيل لير صح؟ بيحصل فيها ابرابت كراتانيزيشن. وبعدين تقعد تكمل 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 لحد حته كده الابيدرمس يقعد ماشي محوط الهير فوليكل لحد لعند حته كده تحت خالص بيسموها ادمز اوف فرينش.
والادمز اوف فرنج دي اريا اللي عندها بيتوقف الكيراتينايزيشن، مش هيبقى في كيراتين بقى هنا. هي دي الحته اللي الهير اللي الشعرايه بتقعد تتاكل من الفنجس، يعني الفنجس يقعد ياكل 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 لانه بيطلع الكيراتين كيراتوفيليك لحد ما يوصل لحد الادمز اوف فرنج دي وخلاص ويوقف، ما هو مفيش كيراتين ياكل. ما علينا، عرفنا ان الهير فولكل بيتكون من ايه؟ انفانديبولار بورشن متحوط بفول سيكنس من الابيدرمس بكل طبقاته. حلو؟ اسمك بورشن اللي متحوط بالفول سيكنس ما عدا الجرانيولار سيل لير. مين بيقدر يقول لي انواع الكيراتين اللي بيبقى في الهورن لير ايه؟ قال لك والله في عندي لير في الهورن لير دي نوع من الكيراتين بيسموه لاميلر كيراتين. ادي لما بتشوف في الرسمه، يا ريت اوريها لكم دلوقتي، اللاميلر كيراتين يبان على كانه ايه؟ يعني الكيراتين جاي في لاميلي، عارفين يعني ايه لاميلي؟ يعني جاي في طبقات. وفي نوع اسمه كومباكت، مفيش حاجه هنا في التلفزيون على فكره تتفرجوا عليه، بصوا لي انا هنا بقى خلاص، مفيش حاجه والله. وشويه فيديوهات لو عايزينها بديها لكم. دي بتاعت انا. كومباكت كيراتين، يعني ايه كومباكت كيراتين؟ يعني كله لازق في بعضه، خلاص؟ طيب اللاميلر كيراتين ده موجود فين؟ في الابيديرمس بتاعت السين سكن. والكومباكت كيراتين ده موجود في في السكن بتاع مين؟ الهارد سك او السيك سكن. في السن. وموجود تاني فين؟ موجود في الاسم سبارت او الاسم بارت بتاعت مين؟ الهير فوليك اللي هي عشان حصل فيها ابرابت كيراتينايزيشن فراحت مضغوطه فعمل لي كومباكت كيراتين. حلو؟ طيب. تاني بقى. عندي حاجه اسمها لاميلر كيراتين وعندي حاجه اسمها كومباكت كيراتين. عندي حتت من الهير فوليك فيها جرانيولر وحته ما فيهاش جرانيولر. حلو؟ طيب. عندي حاجه اسمها الادمز وفرنش اللي ما فيهوش اصلا كيراتينايزيشن. طيب. ايه تاني في الجلد؟ ادي عرفنا الابيثيليوم بتاعت الهير فوليكل اهو، صح؟ ادمز اوف فرينج البالبر بالبر بالبر بورت. انا عندي انفانديبولار اسمك وبالبر. طيب ايه تاني؟ انتوا لو ما فهمتوش الحته دي انتوا مش هتفهموا سيست. انا لسه ما شرحتش السيستات اصلا. لا انا مش فاهمه الكيراتين الجزء فوق فوسفيكس اللي هو انفانديبولار الاسمك اللي هو مفيش جرانيولر والكيراتين اللي فيه كومباكت مش في كمان بس لا في حاجه ما فيهاش خالص تحت بقى خلاص وانا مالي انا مش عايز الادم مش الفرنش دلوقتي انا ما بشرحش فانجاس ايه تاني موجود في ابيثيليوم جوه الجلد قلنا الجلاند صح يا دكتوره طيب الجلاند الجلاند جوه الجلد دي نوعين صح سيبيشيس جلاند ها ونوع تاني اسمه سويت جلاند والسويت جلاند نوعين اكراين وايبو كراين يبقى انا عندي ثلاثه جلاند سيبيشيس اكراين وايبو كراين طب السيبيشيس جلاند لما باجي ارسمها يقول لك ايه؟ قال لك ان السيبيشيس جلاند ليها دكت اي جلاند في الدنيا ليها دكت اللي هو بيسموه سيرينجيوم عارفين السرنجه؟ سموها سرنجه ليه؟ سرنجو جايه من دكت يعني دكت زي السرنجه سيرينجيوم وليها اسيناي اللي هو بيسموها السكريتوري بورشن يبقى لها سكريتوري بورشن وليها دكت حلو سيبيشيس جلاند لها دكت والدكت بتاعتها لازم تفتح في الهير فوليكل عشان كده سموها ايه بايلو يعني شعرايه سيبيشيس يعني سيبيشيس جلاند والجهاز كله على بعضه اسمه اباريتس فسموه بايلو سيبيشيس اباريتس طب امتى يا اسراء السيبيشيس جلاند ما يكونش لها دكت تفتح دايركت في الجلد وزود ان هي تفتح فين في الهير فوليكل قالك في ثلاثة اماكن نوع بيجي في الاريولا بتاعت النبل فسموها فوردايس لا بيسموها مونتجومري تيوبركل ونوع بيجي في الابر ايليد بيسموها مايبوبيان جلاند ونوع بيجي في الشف من هنا فبيسموها فوردايس سبوتس دي بيسموها ايه والتايسونز جلاند اللي هي حوالين الفرينيولم بتاعت جلاند بينز يبقى انا عندي اربع حاجات او اربع سبيشيس جلاند بيسموها موديفايد سبيشيس جلاند لانهم بيفتحوا دايركت في الجلد وزاويه ان هم يفتحوا في الهير فوليكل ما علينا
قلنا ان السيبيشس جلاند دي عباره عن لوبيوليتد جلاند. يعني لوبيوليتد جلاند يعني ليها لوبيولز، مش لوب واحده، ده عباره عن لوبيولز. طب الكفر بتاعها من بره يا شيماء فاكراه كانت متحوطه بايه؟ اصبري مش عايز مش مصر. كانت متحوطه بالإبيثيليوم اللي هو عباره عن فول سيكنس، يعني في جرانولا سيل لاير. قال لك ان السيبيشس جلاند دي عشان هي موال وكده كده انا هاخدها في الدفرنش في الادينكسيال تيومر. طب السيبيشس جلاند دي قال لك بتتكون من تو تايبس اوف سيلز، نوع بيزل فبيسموها البيزالويد سيلز، دي بتبقى سمول ودارك وبتبقى على البريفري بتاعت الجلاند، اسمه ايه؟ بيزالويد سيلز سمول ودارك. والخلية اللي بعدها اسمها السيبوسايتس، والسيبوسايتس دي بتقعد تتدرج في الحجم من الصغير الى الكبير، والنيوكلاس بتاعتها بتبتدي تقل من الصغير الى الكبير، من الكبير للصغير. يعني هنا النيوكلاس هنا كانت كبيرة، هنا الخلايا دي صغيرة بس النيوكلاس كبيرة، النيوكلاس هنا الخلايا اللي بعدها اكبر بس النيوكلاس اصغر، وهكذا وهكذا وهكذا. سموها سيبوسايت ليه يا دكتورة شيماء؟ لأنها تحتوي على السيبوم. حلو؟ طيب الدكتورة قالت بتتحوط بمايو إبيثيليوم، فقلت لها لا. ليه؟ صاحبتنا دي علشان تفرغ الحاجات الكونتنت بتاعتها، الخلايا دي كلها بتفرقع الخلايا نفسها كلها بتفرقع، فسموها هولوكراين. يعني ايه هولوكراين؟ يعني بيحصل ديستراكشن للهول سيلز. حلو؟ عشان تطلع السيبوم بتاعتها. غير الخلايا التانية ان هو بيحصلها سكويزنج، اللي هو الميروكراين او الاكراين، ايبوكراين او الاكراين. طيب ما علينا من حكايه سكويزنج والحاجات دي، ده بيزك مالناش دعوه بيه. يبقى انا عندي حاجه اسمها السيبوسايتس، وعندي حاجه اسمها البيزالويد سيلز. حلو الكلام؟ تخيلوا بقى لو السيبوسايت زادت تعمل لي مرض، لو السيبيشيس او السيبوسايتس، لو البيزالويد سيلز زادت تعمل لي مرض، لو السيبوسايتس هي اللي زادت تعمل لي مرض تاني خالص. متخيلين؟ انا عندي حاجه اسمها سيبيشيس ادينوما، يبقى السيبوسايتس هي اللي زادت. سيبيشيوما يبقى البيزالويد سيلز هي اللي بقت. سيبيشيس ادينوما يبقى الاثنين هما اللي زادوا. ولا انتوا معايا خالص؟ ايوه ما بتيجي. طيب يبقى السيبيشيس جلاند ده عباره عن هولوكراين جلاند وسراوندد باي ايبيدرمس، صح؟ ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم معاه جرانولار سيل لاير. ماشي؟ وصلت ولا لا؟ حلو. طيب ندخل بقى على الثانيه، الجلاند الثانيه. الجلاند الثانيه انا عندي اكراين وايبوكراين، صح؟ الايبوكراين جلاند، الايبوكراين جلاند عباره عن جلاند، على فكره الكلام ده مهم، بتبقى عباره عن تو الوول بتاعها او السكريتوري بورشن بتاعها بتبقى عباره عن تو روز اوف كويبويدال ايبيثيليوم. ما بتكونش فلات، تبقى لارج كوبويدال ايبيثيليوم، كيوبيكال تو كوبويدال ايبيثيليوم. ليه سموها ايبوكراين بقى؟ ليه سموها ايبوكراين جلاند؟ كله بيطلع بضغط. السكريشن بيبقى بارت من السيل تقريبا. حلو صح، ان بيحصل ديكابيتيشن ايبكس بتاعت الخليه، بيحصل لها ديكابيتيشن، يبقى الايبيكال بارت بتاعها بينزل فين؟ في السكريشن، فعشان كده سموها ايبوكراين. انما الميروكراين او الاكراين جلاند ده بيحصل جاست سكويزنج لمين؟ للخلايا من بره، والسكويزنج ده بينزل ويزود ديستراكشن للسيلز. يبقى في خليه بيحصل هول ديستراكشن للسيلز اللي هو بتاع السيلوسايد اللي هو يسمى هولوكراين، وفي نوع ديكابيتيشن للايبكس بس فسموها ايبوكراين، وفي نوع ما بيحصلوش اي حاجه خالص بتاع. طب انا بفرق بالحاجات دي ليه؟ معلش الاندوكراين بيحصل سبيل. انا قلت اندوكراين خالص؟ اكراين. انا ممكن الضغط دي تتقفل يا دكتور احمد، صح؟ وبالتالي يتجمع عندي سيست. السيست ده انا لو شفت تحت الميكروسكوب ولقيت الايبيكال بارت بتاعت الجلاند، يبقى دي الخلايا دي ايه؟ ايبوكراين، صح؟ وطبعا الايبوكراين تبقى لارج
والسوري بتبقى اليوم بتاعتها وايدر والول بتاعها تك. صاحبتنا الميروكراين تبقى نارور والخلايا بتاعتها فلات. ماشي معني. ندخل على الميروكراين اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي وتبقى سراوند بايب الاثنين سراوند من ماء والاثيليوم والحاجات دي. اذا انا بقى لما اجي اقول ان هيحصل ايبيديرمال سيست يبقى السيست ده الوول بتاعه ممكن يكون ايه؟ اقول لك ممكن يكون ستراتيفايد سكويموس ابسيليوم الاثيليوم بتاعنا عادي، وممكن ما يكونش ستراتيفايد سكويموس ابسيليوم خالص. خلاص الستراتيفايد سكويموس ابسيليوم دي معاها جرانيولار سيلير ولا ما معاهاش جرانيولار سيلير على حسب المكان. ماشي حلو الكلام. لما اجي مثلا في الجلانز يقول لك ده بتاعت السبيشيس جراند هيطلع حاجه اسمها ستياتوسيستوما مالتيبلكس، حاجه اسمها ستياتوسيستوما سيمبلكس او مونوبلكس بتاعت صاحبتنا الكراين جلاند. يقول لك ده عندي حاجه اسمها كراين هيدروسيستوما بتاعت الابوكراين جلاند، لكن حاجه اسمها ابوكراين هيدروسيستوما دي كلها سيستس فين؟ في الجلاند، في الجلد. تعالوا بقى نشوف الكوتينيوس سيستس. عرفنا يعني سيست؟ طيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. طيب دي الرسمه بتاعت الهير فوليكل. بص تعالى بقى رحت فين؟ من اول السيرفس لحد الانسيرشن بتاعه وفتحه الضغط بتاعت السبيشيس جلاند بيسموها ايه؟ انفانديبلا. من اول السبيشيس جلاند داكت لحد الاريكتور بايل ماسل الانسيرشن بتاعت الاريكتور بايل ماسل دي بيسموها اسمس، وبعد كده اللور بورشن بيتقسم الى بالبر وسوبرا بالبر. وعندك هنا من بره اللي هي الكفر بتاعتها من بره، يعني بعد اذنك يا احمد دي شايفين الابيدرمس نزل كده وبعدين راح لافف وراح محوط لي كده صح؟ وبعدين راح نازل كده صح؟ هنا بقى الحته بتاعت اللور بورشن دي ما عادش في كراتانيزيشن بقى خلاص، فبتكون بقى عندي الروت ترانسفورم الروت شيز، والروت شيز دي انر روت شيز واوتر روت شيز، ومن بره خالص حاجه اسمها الفايبرس روت شيز، من هنا اسمها ديرمال ميمبرين. مش مشكله الكلام، اهم حاجه عندي ان الحته دي متحوطه بفول تيكس بتاعت الابيدرمس. ماشي؟ وعلشان كده يقول لك ايه؟ انا عندي سيستس فيها ستراتيفايد الوول بتاعها يا اما ستراتيفايد سكويموس ابسيليوم يا اما نان ستراتيفايد سكويموس ابسيليوم او ما يكونش فيه ابيثيليال لين وخلاص. الابيثيليال لين ده انا هشوفها في الجلد؟ لا ده انا هشوفها في الميوكوزا بقى. انما جلد كوتينيوس لا، يبقى دي لازم يكون يا اما ستراتيفايد يا اما نان ستراتيفايد. نبدا اول حاجه بالستراتيفايد سكويموس ابسيليوم اللي هو الابيدرمويد سيست. صلوا على النبي. انا عندي زمان واحنا في الجراحه ده يقول لك ده سبيشيس سيست. ليه يا ابني سبيشيس سيست؟ لان ليه بانكتر. فاكرينه؟ فاكرين الحته دي؟ يقول لك اي حاجه ليها بانكتر دي في الجراحه، اي حاجه ليها بانكتر دي سبيشيس سيست. وده كان كلمه غلط، مفيش حاجه اسمها سبيشيس سيست اصلا. سبيشيس سيست دي بيسموها الابيدرمويد سيست او الابيدرمال انكروجن سيست. ندخل بقى على اول واحده في مين؟ cysts lined by stratified squamous epithelium. ايه هي الحتت؟ ما انا هتشوفوها اللي هو فيها كومباكت كريتم. ماشي؟ طيب. يعني ايه ابيدرمويد سيست؟ كلمة ابيدرمويد بالراحة كده، يعني ايه كلمة ابيدرمويد؟ يعني يشبه يشبه الابيدرمس صح؟ حلو. هي ايه الحاجات اللي متحوطة بابيدرمس في الجلد؟ السبيشيس الهير فوليكل والسبيشيس جلاند وايه كمان؟ والانفانديبولار بارت بتاعت مين؟ بتاعت الهير فوليكل. قال لك ان الابيدرمويد سيست ده بيطلع من الانفانديبولار بورشن بتاعت الهير فوليكل، وبالتالي بقى
الوول بتاعه هيبقى عباره عن ايه؟ فول سيكنس اللي بيسموها ستراتيفايد سكويمس سيليم ويز جرانولار سيلير، صح؟ والكونتنت بتاعته هتبقى عباره عن ايه؟ كيراتين. ليه؟ بصوا بقى، انا عندي حاجه هتطلع من الحته دي، صح؟ ايه اللي حصل من الحته دي؟ من ما هي اللي مفضيه ولا بورشه، صح؟ ايه اللي حصل؟ جت دي وراحت عملت انفاجينيشن كده وراحت لفه حوالين نفسها علشان تعمل سيست، يعني لازم تلف حوالين نفسها كده تعمل كانها انفاجينيشن وتلف عشان تعمل لي مين؟ سيست. الحته دي حتى الان لسه متعلقه بمين؟ بالهير. وعلشان كده تقعد تشد فيه تكبر وتشد فيه تكبر وتشد فيه تكبر وتشد فيه لدرجه ان الاوستيوم بتاعت الهير فولكل عماله توسع. هي اوريدي كونكتد ليها، يعني هي اوريدي لانها طالعه منها اصلا، يعني هي كونكتد ليها لانها طالعه منها. فعلشان كده يقول لك ده ليها اوستيوم، ده ليها فتحه. الفتحه دي هي الفتحه بتاعت مين؟ الهير فولكل في الاصل. حلو. لدرجه ان انا لو عملت لها سكويزنج هتطلع كانها سبيشيس لايك ماتيريال اللي هو مين؟ الكيراتين. وعلشان كده يقول لك ده كانوا زمان بيشخصوها على انها سيبيشيس سيست، ولا زالت بتوع الجراحه بيشخصوها على انها سيبيشيس سيست. يبقى اول حاجه في الكوتينيوس سيست حاجه اسمها ايه؟ ايبيدرمويد سيست، سموها ايبيدرمويد سيست او انفانديبولار سيست او فوليكل او سوري ايبيدرمال انكلوجن سيست. شوف الاقيها ايبيدرمويد انكلوجن سيست ايبيدرمال سيست طالعه منين؟ اساسا طالعه منين؟ قال لك والله هي ممكن تطلع من حاجتين على فكره، مش انا اقول لك ستراتيفايد سكويموس ابسيليم، صح؟ يعني ممكن تطلع من الابيدرمس اتسلف، بس ده رير، ان هي لازم تطلع من الانفانديبولار بوش. كانت جات لنا حاله والحاله دي تخيلوا ان هي دخلت مؤتمر. ليه؟ جت في التيب اوف ذا فينجر، وبعدين عباره عن نوديول، والنوديول دي خدنا لها باثولوجي لقيناها فوليكولار سيست او انفانديبولار سيست او اللي بيسموها ابيدرمال، اسمام كتير اللي انتوا عايزينها. بالظبط، عشان كده رير. خلاص هنا طلعت، هنا بقى طلعت منين؟ من الابيدرمس اتسلف. حلو. رير لدرجه ان احنا دخلناها مؤتمر. يبقى انا عندي حاجه اسمها ابيدرمويد انكلوجن سيست، ابيدرمال سيست، ده كله صح، كله اسامي واحده، او انفانديبولار. طب سببها ايه؟ قال لك والله غالبا تروما. يعني ايه تروما؟ انا دلوقتي خدت حقنه وقعت على مسمار اتخبطت خبطه تروما، والتروما دي هي اللي عملت انفاجينيشن، هي اللي عملت الانكلوجن جوه الانفانديبولار بورشن، راحت عامله لي الفوليكولار او الانفانديبولار سيست. طيب لسه ما خدناش البنية، وانا دي سببها تروما، وعشان كده عمل امبلانتيشن، وعشان كده سموها انكلوجن. طيب اهي دي بقى، اول ما بشوفها بتاع الجراحه، اول ما يشوفها يقول لك دي مين؟ سيبيشيس سيست. ليه سيبيشيس؟ يعمل حاجه، قال له طب دوس عليها كده، يدوس عليها تقوم جايه مطلعه لي سيبيشيس لايك ماتيريال واوفنسيف. يقول لك صدقت بقى ان هي دي سيبيشيس سيست؟ لا يا بابا، السيبيشيس سيست دي ملهاش دعوه، دي ما اسمهاش سيبيشيس سيست، مفيش حاجه اسمها سيبيشيس سيست تقول عليها كده، حاجه اسمها ستياتوستوما مالتيبلكس والحاجات دي، انما ده ابيدرمويد سيست. ليه؟ والبانكتم دي كانت الهير الاوستيوم بتاعت او الانفانديبولار بارت بتاعت مين؟ الهير فوليكل. زي ما انتم شايفينها كده بتبقى دوم شيب نوديول فيها بانكتم ويز سكويزنج، بتطلع سيبيشيس لايك ماتيريال ويز اوفنسيف اودر. احيانا هي الابيدرمس هنا ثين ولا سيك؟ على فكره انت بتلعبي في السوبرفيشيا. سن ولا سك؟ هو البنفيجاس ايه الفرق بينه وبين البنفيجويد؟ الليفل بتاعه تحت، صح؟ ده تحت حاجات بسيطه قوي. يقول لك البنفيجاس ده سوبرفيشال عشان كده بترابشر بسرعه، صح؟ فعلشان كده ده ثين ابيدرمس، يعني هي لسه في الابيدرمس، علشان كده فرصه ان هو يرابشر كتير، فالكومبليكيشن بتاعته اكتر، لانه ممكن يبقى فيه انفلاميشن، ماشي؟ ونقعد نديله بقى في انتي بيوتيك وبتاع. ضاغط على مين؟ على الابيدرمس، فمبين البلاد فيسلز اللي تحت، فعشان كده زي ما انتم شايفين تلانجكتيزيا. ليه؟ ان السيست ده ضاغط على الابيدرمس اللي هو اصلا كانه بالظبط عامل له اتروفي. فمبين
بتاع اللي تحته. طيب دي البانكتون بتاعت الابيديرمال سيست، ده بقى عباره عن دارك كلر بالج اهو بلج. طيب شايفين التلانجكتيزيا. طب هل بالشرط ان انا اشوف البانكتون؟ هو مش شرط ان انا اشوف بانكتون، ماشي. شايفين علشان هي لونها اصفر فالكيراتين لونه اصفر، شايفين التلانجكتيزيا. تبقى دوم شيد نوديول. في نوع بقى من الابيديرمال سيست بيسموه هيوج او لارج ابيديرمال سيست زي ما انتم شايفين، بس دي بتبقى اكتر مع الديوريشن. تخيلوا دي على فكره دي بطنه، دي بطن عيان، دي اللي بيجاستري من هنا اهو، يعني شوف ده كله هنا اهو، حته طلعوا له قد كده مثلا هنا، ماشي. دي السيبيشيس لايك ماتيريال اللي انا بوريكم عليها عامله زي البرغل، مش عايز انا اقرفكم. طيب انفليم دي بقى ابيديرمويد سيست. فاكرين الانفليم ده سيبوريك كيراتوزيس وايديماتوس، ما تنسوش، ماشي. ودي ممكن تكون فاكرين رابشر فيها ممكن يعمل لي ايه في الجرانيولوما؟ انهي نوع من الجرانيولوما؟ ايه رابشر؟ الرابشر اللي مثلا انفلاندبلر سيست ده يعمل لي انهي نوع من الجرانيولوما؟ فورم بودي. فورم بودي جرانيولوما، انهي نوع بقى من فورم بودي؟ اندوجينس ولا اكسوجينس؟ اندوجينس. عشان الجو كده. عشان الجراتين ده بتكون من عندي، صح؟ طيب عندي بس هو مش شارحها هنا، حاجه اسمها الجاردنر سندروم. ايه الجاردنر سندروم ده؟ ده مهم جدا. الجاردنر سندروم ده سندروم بيبقى معاه ايه؟ بيبقى معاه مالتيبل ابيديرمال سيست. مالتيبل ابيديرمال سيست، انا مش عارف بقى، مش ومع كولونيك بوليباي. طيب الحته دي بس، انا لما شفت الصوره دي انا قلت دي سيستوما مالتيبل في السكور. تيبيكال بس الهيستوباثولوجي بتاعها طلعت انفانديبولار سيست. وما ليس ما انفانديبولار سيست يا دكتور اسراء؟ ليه؟ لان طلع من انفانديبولار. ليه سموها ابيديرمويد؟ لان الول بتاعها مش بين الابيديرمس. بس هنا مش كاتب ولا كاتب حاجه خالص في السيست. خالص. صح لا والله مش كاتب حاجه. خلاص؟ نرجع تاني لمين؟ للجاردنر سندروم مع مالتيبل ابيديرمال سيست مع كلونيك بوليباي ومعها اوستيوماس، ماشي. اوستيوماس ده التيومر في البلاير. طيب هنا الكيراتين بقى يا ولاء، لامينيتد كيراتين ولا كومباكت كيراتين؟ لامينيتد كيراتين. يبقى انا هقول بقى لما يجي يقول لك الباثولوجي، انا مش حافظ اهو الباثولوجي بتاعت الانفانديبولار سيست، هتخيل بقى عباره عن ايه. انا هلاقي سيست الوول بتاعته عباره عن ستراتيفايد سكويموس ابسيديان، حلو، والكونتنت بتاعته عباره عن لامينيتد كيراتين. طب ليه لامينيتد كيراتين؟ انا دلوقتي بص تخيلوا معايا، بص يا شباب اعتبروا ان ده ابيدرمس اهو، ايه دي ابيدرمس، حلو. هنا الهورن لاير، صح؟ هنا الهورن لاير، المفروض الهورن لاير بتطلع لي ايه؟ كيراتين، صح؟ طيب بصوا قفلت على بعض كده، يبقى الهورن لاير من جوه ولا من بره؟ من جوه. الهورن لاير من جوه، صح؟ البيزل سيل لاير من بره. يبقى انا الترتيب بتاع دي انا لو شفتها هلاقي البيزل سيل لاير وبعدين البريكل وبعدين الجرانيولر وبعدين الهورن لاير من جوه. طيب انا المفروض يحصل عندي شيدنج لمين؟ للسكيلز دي. السكيلز دي هيحصل لها شيدنج وبالتالي هتقعد تتكركب فين؟ جوه. وتقوم جايه عامله لي لامينيتد كيراتين، لان هو اصلا في الاصل لامينيتد. اعتبروا ان دي بصوا كده بتاع ابيديرمس ومفرود كان هتلاقوها باسكت ويف كده، بعدين لموها. سؤال بقى شطار غير شاطر، هو ليه الكيراتين او الهورن لاير بشوفها لامينيتد كيراتين او ليه بشوفها باسكت ويف؟ ليه بشوفها كده؟ انا قلتها مره، انت بتشوفها لما بنيجي نعمل بروسيسنج في ارقام والارقام بتزود.
انما الكومباكت كله مضغوط على بعضه. طيب بقولك ايه، لامينيتد كيراتين. طيب الابيثيليم يبقى الوول، هتقول استراتيفاس كومس ابسيليم ويز جرانولار سيلير، والكونتنت بتاعتها وكونكتد لمين؟ للانفانديبولار، او طالعه من الانفانديبولار بورشن. هنا برضو بتقول لك ادي عندي هنا لامينيتد كيراتين وادي استراتيفايد سكويمس ابيثيليم. شوف هنا على فكره بدايه الحدوته، انها بص طق 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 طق، على فكره الانفانديبولار بورشن، وراحت فاصله منها وراحت عملت لي ال السيست. طبعا رتبوا لي بقى، شوف دي الوول بتاعت السيست اهو، شوف من بره فين، من بره اللي تحت الخضره دي، ده مين؟ جرانولار سوري، ده البيزل، وبعدين البريكل، وبعدين الازرق ده جرانولار سيلير، وبعدين الباسكت، وبعدين الكونتنت بتاعته اللي هو الكيراتين. ده الوول بتاعت مين؟ بتاعت السيست، من بره اهو، من بره لجوه بيزل سيل، وبعدين ده الابيدرمويد سيست برضه، ان هو بيشاور لك على الجرانولار سيلير، يقول لك ده موجوده لانها هتفرق لك بين حاجات كتير قوي. ماشي؟ طيب انا دلوقتي لما اجي اعالج ابيدرمويد سيست ده اعالجه ازاي؟ سيرج فليكسيشن، صح؟ هل انا ممكن يبقى مس دايجنوزد مني؟ ممكن، بس هي سهله. حاجه نوديول وليها بانكتم ما ننساهاش، يبقى دي مين؟ ابيدرمويد سيست. وكلمه سيبيشا سيست ده اسم غلط، ممكن اديله انتي بيوتيك لو حصل فيه الانفلاميشن. ممكن الابيدرمويد سيست ده يبقى بارانيوبلاستيك يا دكتور اسراء، ولا مش ممكن؟ يعني ايه بارانيوبلاستيك؟ يعني يجي مع مالجنسي. ده احنا لسه قايل جاردنر سندروم، حرام عليك. الجاردنر سندروم ده مش معاه كولونيك بوليباي ومعاه اوستيوما؟ يعني ايه تعمل سكويزنج؟ هتملى تاني، صح؟ لان السيست لسه موجود، لازم سيرج فليكسيشن. حتى بتاع الجراحه هيقول لك ايه؟ انت لازم تعمل وتعمل ديسكشن للسيست وتطلعها بالول بتاعها. لان يعني لو ما طلعتش بالول بتاعها هتملى تاني. هم اللي بيشيلوها بقى، هو المفروض احنا اللي بنشيلها، بس بتوع الجراحه هم اللي بيشيلوها، لان ما بتجيلناش. خلاص ماشي. هي عموما واحنا في مستشفى الجامعه بنبقى عايزين نرمي اي حاجه. طب ادل هو بيقول لك ازاي تشيليها، يعني شوف بيقول لك انت لازم تشيليها ريموفر، لازم تشيل السيستم، تدي لوكال انستيزيا، هتفتح الليبتك انسيجن، وبعدين تاخد الكيس كده على بعضه وتشيليه. لو ما شلتهاش بالكيس بتاعها اللي هو الوول بتاعها ترجع تاني. هنا اللي عايز يتعلمها بقى هنا، وقوم جاي ضاغط مسلك، وقوم جاي شايلها ومديها غرزه، ودي بيبقى شكلها بعد ال... طيب الملية، الملية دي هتطلع منين؟ فاكرين الملية ولا مش فاكرينها؟ ايه الملية دي؟ قلنا جبنا اي سيرة عنها واحنا بناخد ايه الملية دي؟ الملية دي عبارة عن، قلت لكم دي عبارة عن كيراتينايزد سيست، ده عبارة عن سيست. السيست ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ليه وول وليه كونتنت، هي طالعة من الإبيدرمس أو ممكن تطلع من الإنفانديبولار بورشن بتاعت الهير فوليكل. فيقول لك إيه؟ والله الإنفانديبولار بورشن بتاعت الهير فوليكل لو طلع لك حاجة كبيرة شوية وكونكتد ليه، يبقى ممكن دي هيبقى اسمها إيه؟ دي هتبقى إبيدرمويد سيست. حتة صغيرة ومش كونكتد ليه يبقى دي ميليا. يبقى الميليا دي عبارة عن سمول كيراتينايزد سيست موجود في الإبيدرمس، والوول بتاعه عبارة عن ستراتيفات سكويمس ابسيليا وسكرانيولار سيلير، والكونتنت بتاعتها هي ستراتيفية لاميلر كيراتين. هي الفكره بقى انواع الميليا ايه؟ قال لك والله الميليا دي ممكن تيجي برايمري، يعني ممكن تيجي من غير اي سبب، صح؟ ودي بنشوفها كتير اهي، شايفين الميليا دي؟ ده احنا بنشوفها كتير، صح؟ عباره عن بيلي وايت بابيولز والكونتنت بتاعته كيراتين، وممكن لو بسن الابره كده بتطلع معايا. دي ممكن تيجي برايمري وممكن تيجي سكندري. سكندري ايه الدكتوره؟ وخدنا مرض يبقى معاه ميليا اللي هو البورفيريا كوتينيا تاردا. قلت لكم اي حاجه هتخبط الدرمو ابيدرمال جنكشن ممكن تاخد الابيدرمس وتنزله وتعمل فيه انفجيشن، صح؟ وتقوم جاي ده دي السيكولي بتاعها مش السيكولي بتاع الميليا،
وتقوم جايه مدخله كده وعامله انفاجينيشن للابيدرمس وتقوم جايه محوطاها لي بالكيس بتاعها ودي تعمل لي ميليا. يبقى انا عندي برايمري ميليا وعندي حاجه اسمها سكندري ميليا. عندي انواع ميليا كتير. اه ممكن الميليا دي تتجمع مع بعض مع بعض وتعمل لك حاجه اسمها ميليا امبلاك. الحاجات دي مش موجوده عندكم في الكتاب. بص بقى، يبقى الاول دي برايمري ميليا خلاص. السكندري ميليا دي يبقى لازم يكون في ديزيز الاول، وليكن بولس لمفوجويد مثلا، اي حاجه هتخبط الدرمو بيدرمال جانكشن، بورفيريا كوتينيا طارده، وتقوم جايه عامله لي سكندري ميليا. يبقى الميليا دي سكندري لمين؟ للديزيز. عندي حاجه اسمها ايه؟ ميليا امبلاك. ميليا امبلاك يعني ايه؟ يعني عندي ميليا واتجمعت وعملت لي بلاك، ماشي، اسمها ميليا ان بلاك. ده كلينيكال فقط، ما بيجيش تحليلي. عندي نيونيتال ميليا. النيونيتال ميليا دي تيجي في الجينجيفا. ايه في الجينجيفا؟ شفتها في الجينجيفا والاورال ميوكوزا؟ لا انا بتكلم في الجينجيفا. انا اللي انت بتقول عليها دي برايمري، انما النيونيتال، النيونيتال ميليا دي عشان اقول عنها النيونيتال ميليا تبقى افكت اكتر الميوكوزا. جوفينايل ميليا دي بتيجي في الاطفال الصغيرين، والمالتيبل ايرابتيف ميليا اللي بتاعي. يبقى دي برايمري ميليا، وادي الميليا بتاعت الابر ايليد. هنا نيونيتال دي بتيجي بلاتال سيست في النيوفون. دي الجنجيفا اهو، بتيجي في البلاتو في الجنجيفا. ريترو كوريكولر بيري اوربيتال ميليا بلاك. دي بولس من فوق ده اهو. ده عباره عن ايه؟ قولوا لي بقى عباره عن ايه؟ الزرقاء دي عباره ايه؟ الازرق ده اللي حوالي ده، ده الجرانيولر، جرانيولر زرقاء عشان كده كراتو هالان جرانيولز. يبقى البيزل من بره خالص، وبعدين البريكل، وبعدين الجرانيولر، ثم اللير من جوه الكونتنت عباره عن ايه؟ لاميلا كانت. بدانا نفهم الليله ولا لا؟ اشيلها ازاي؟ سيبها يا عم. انا بداية اول لما بيجي لي راجل بيقول لي انا عندي شويه ميلي عايز اشيلهم، انا فاضي اصل اقعد بقى افحر واقعد اشيل وبسن الابره كده وبطلعها ومش عارف ايه. اه كوميدونال اكستراكتور، بس هتفتحيها من فوق الاول تقوم جايه فقعاها. ممكن اي حاجه او كراتوليتك. بتعمليها ازاي؟ بتدخلها جوه الدايره ماشي، بس لا بس كده بالراحه عليه الراجل. عم بشيلها كده هو بسن الابره وخلاص ماشي. تقوم جاي شايلها بريموفال اوف ميليا، سهله خالص الميليا دي. طيب ترايكو ليمال سيست او بايلر سيست، احنا كده خلصنا الانفانديبولار بورشن صح؟ ندخل بقى على حاجه بس قبل ال المفروض والله كنت اقول لكم اللي هي من ضمن الانفانديبولار سيست، الحاجات اللي هتطلع من ضمن الانفانديبولار سيست. انا عندي انواع الهير ايه؟ يا اما تيرمينال يا اما بيلس يا اما لانوجو صح؟ لانوجو هير ده بيبقى انترا ترايل. يبقى اتبقى عندي في الادلت مين؟ فيلس هير سيست اه وفيلس هير. الفيلس ده ما هو طالع وماشي في الانفانديبولم، فممكن يتكون فيه سيست كده فيسموه فيلس هير سيست. وايه الفرق بين الفيلس والميلر؟ لاميلر تيرمينال، التيرمينال بيبقى بيجمنتد مضليتد، انما الثانيه بيبقى لس مضليتد لس بيجمنتد اصفر. يبقى اذا التيرمينال هير ده ممكن يتكون حواليه سيست فسموه تيرمينال هير سيست، وممكن الفيلس هير ده يتكون حواليه سيست. ده فين؟ ده جوه الانفانديبولار بورش بتاعت الهير فوليكل، فبيسموها فيلس هير سيست. والفيلس هير سيست ده هو هو الانفانديبولار سيست، بس الكونتنت بتاعته ايه؟ فيلس هير. التيرمينال هير سيست هو هو الابيدرمويد سيست، بس الكونتنت بتاعته ايه؟ تيرمينال هير. هتلاقوا عندك بقى فيلس هير سيست يا اما سنجل يا اما ايرابتيف فيلس هير سيست. ولما نوصل لها ندخل بقى على البايلر سيست. فاكرين الاسم سبارت؟ ايه الاسم سبارت ده؟ ده بتاعت الفتحه ما بين بتاعت الضغط، فتحه الضغط والانسرشن بتاعت الاركتور بايلر مثلا. ايه اللي بيميز الاسم البورشن ده؟ كومبر، وفي نفس الوقت ما فيهوش جرانيولار سيلير، حصل فيه حاجه اسمها ابرابت كراتينايزيشن. حلو. البايلر سيست ده احنا قلنا الانفانديبولار سيست يجي في اي حته فيها هير، بس رير ان هو يجي في دماغه.
البايلر سيست. البايلر سيست اكتر اماكن فيها تيجي فيها هي السكالب، 90% تيجي في السكالب. هي طبعا اوتوزومال دوميننت تيجي اكتر في السكالب. سوليتري ميبي مالتيبل، تحس ان هي فيرم سبكوتينيوس نوديولز. بصوا عليها كده، دي حاجه اسمها البايلر سيست. طبعا الحاجات دي صعب ان هي تتشخص كلينيكالي، مش هتتشخص الا بالهيستوباثولوجي. يعني معظم السيستس دي لا تشخص الا هيستوباثولوجي. هتشوفيها هتفتكريها وورتك ويها، مع انك انت مش شايفاها فيروكال سيرفيس، بس غالبا بتعمل كده. هو ما بيعرفش تشخيصها، يقول لها دي سنطايا وهنشيلها، ويقوم جاي شايلها بالالكتروكوتري وخلاص. كل ما الشعرايه بتنزل، تعالى بقى ندخل بس احنا قلنا دي طالعه منين؟ من الاسمك بورت، لدرجه ان دي الاسم الثاني بتاعها بتاع البايلر سيست ده اسمها اسمس سيست او اسمك سيست. يبقى البايلر سيست يا دكتور احمد طالع منين؟ الاسمس. اه المكان هيبقى في الاسطح. الاوريجين بتاعه قال لك والله ده طالع من البايلر ايبيثيليوم. قالك ده ان البايلر ايبيثيليوم ده هو السبب ان هو كتر. والبايلر ايبيثيليوم ده بتاعت الاوتر روتشيز. فاكرين الاوتر روتشيز اللي انا كنت رسمه لكم ده؟ الحته الاوتر روتشيز اللي محوطه الاسمك بارت، زادت وراحت محوطالي او زقت لي الاندوثيليوم كده. المفروض ان عند الاوتر روتشيز، انا عايز ارجع للرسمه بتاعت المكان. هي مش مهمة قوي، يعني مش مهمة قوي ان احنا يعني هي طالعة منين. لما يجي يقول لك يا بنتي البايلر سيست ده طالع منين، سموه بايلر سيست طالع منين؟ مكانه فين في الاسمك بارت؟ طالع منين؟ من البايلر ابيثيليوم اللي طالع من الاوتر روتشيز. ماشي؟ حلو. يبقى احنا خدنا حاجتين طالعين من البايلر ابيثيليوم النهارده. بايلر ابيثيليوم؟ لا ماهيش كاسي بس. صح؟ انما الكريتو كانت زوم ما خدناهاش. لا كانت شابتر تاني. اه بايلر ايبيثيليوم كانت فلايتا كانسوم. كنت فاكرها؟ لا. ليه؟ شابتر تاني. شابتر تاني ده صدقت انها بقى شابتر تاني. طيب يبقى مين اللي يقدر يقول لي الكونتنت؟ ما تقروش كتير، انت فاهمه بقى خلاص. يعني عن ابوهم بقى. كومباكت كيراتين. انا كومباكت كيراتين. حلو. انا شايف، ما انا شايف ان هو مدهوس كله فوق بعضه. انا مش بتكلم على لما يجي يقول لك ده سيست، يبقى السيست ده عباره عن وول وكونتنت. الوول عباره عن ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم وزاود جرانولار سيليا، صح؟ والثانيه كومباكت كيراتين. ماشي. دي عشان الاوتر روتشيز محوطها وبتاع محوطاها، فبتبقى ثيك شويه، فليس لايبل ان هي يحصل لها رابشر. شايفين الكيراتين هنا بقى مدهوس ازاي؟ هوموجينوس، غير التاني كان لامينيتد كده. بلس كمان يقول لك دي هارد يا شيماء، هارد ان كونسيستنسي. ليه هارد؟ قال لك لان بيحصل فيها فوكال كالسيفيكيشن. نوع الكالسيفيكيشن هنا ايه؟ ديستروفيك. هو احنا خدنا برايمري وسكندري كالسيفيكيشن. ديستروفيك كالسيفيكيشن. ميتاستاتيك ولا ديستروفيك ولا ياتروجينيك ولا اخر واحده كان اسمه ايه؟ ايديوباسيك. ده ديستروفيك فوكال كالسيفيكيشن، وادي اللي بيسموه بتعمل هاردنس في النوت. يبقى باختصار ان عندي حاجه اسمها البايلر سيست، بيبان لي في صوره سبكوتينس نوديولز اكتر في السكالب، بيبقى عباره عن دوم شيبد نوديول وهارد ان كونسيستنسي نتيجه الكالسيفيكيشن اللي حصلت. بفتحها بلاقي في الاستوباثولوجي سيست، الوول بتاعته ما فيهوش جرانولار سيلير، والكونتنت بتاعته كيراتين كومباكت كيراتين. صعبه كده يا شباب؟ سيرجيكال اكسيجن وخلاص. فيلاس هير سيست اللي انا بتكلم عليها دي هي طالعه من نفس الكلام، هي شكلها انفانديبلر سيست. ما انا فاهم عمرها ما هتبان، يعني عمرها ما هتبان كلينيكال. ماشي. وطالع منها شعرايه صفرايه. ماشي. دي بيسموها فيلاس هير سيست. عشان نختصر، يبقى الهول بتاعها عباره عن ايه؟ ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم ويز جرانولار سيليا. ماشي. دي الفيلاس ويز جرانولار سيليا، يعني طالعه في الانفانديبلم. طالعه الاسمس ما فيهاش جرانولار، انما دي فيها. ماشي.
ده الايرابتيف فيلس هير سيست. هنا نوع الكيراتين هنا ايه؟ لابينيت. برافو عليك. هنا فيها الجرانولار سيليا. نعم. ايوه، ما هنا انت واخده ترانزفيرس سيكشن. يلا هنا هيبقى الكونتنت بتاعتها ايه؟ لامينيت كيراتين. الوول بتاعها فيه جرانولار ولا ما فيهوش؟ ليه؟ نبش الطار. والنبش الطار طبعا التوبيكال تريتمنت. طيب استياتوستوما مالتيبلكس، انا عايز بقى واحده هي اللي تشرحها. هي الاستياتوستوما مالتيبلكس بقى متحوطه بايه؟ استياتوستوما مالتيبلكس بالعقل كده طالع منين؟ السيبيشس جلاند، صح؟ يعني حصل في سيست فين؟ في السيبيشس جلاند. غالبا حصل اوبستراكشن في الضغط. حصل اوبستراكشن فين؟ في الضغط. وبالتالي الكونتنت بتاعتها كلها مفروض فيها سيبم. حلو. السيبيشس جلاند متحوطه من بره بايه؟ بإبيدرمس. السيبيشس جلاند انا ما قلتلكوش بتتكون من ايه، متحوطه من بره بايه؟ بإبيدرمس. في جرانولر ولا مفهوش؟ والنبي والنبي. ايوه هي فوق الاسمس، صح؟ ده الضغط بتاعتها بدايه الاسمس. خلاص قلت لك ان الابيدرمس بيلف كده ويرجع علشان يحوط الاسمس اهي. خلاص ذكرت، صح؟ وبالتالي الوول بتاعتها هتلاقي فيها ايه؟ انا مش حافظ اهو، صح؟ الوول بتاعتها هتبقى عباره عن ايه؟ سرات فاسكوليار ويز جرانولار سيلين. جوه الكونتنت بقى هلاقي فيه اللوبيولز بتاعت السيبيشس جلاند. مش هلاقي فيها اللوبيولز يا جدعان، هلاقي فيها اللوبيولز بتاعت السيبيشس جلاند، وممكن الاقي شويه سيبم كمان. حلو الكلام. سيبم هشوفه؟ مش هشوفه. ليه؟ لانه بيدوب ديورنج بروسيسنج. حلو يا دكتوره بقى، لونها هيبقى ايه كلينيكال؟ والنبي اصفر، ده فيها سيبم. وسيبم لونه ابيض اصفر، صح؟ الزنسومه كانت بيضة صفر. ليه؟ فليبت ليبت، والليبت ده زنسوم. طيب سيبيشيس دهون، ده حتى بقول لك الغده الدهنيه يا جدعان، صح؟ يبقى استياتوسيستوما ده عباره عن ايه؟ استياتوسيستوما. استياتو علشان جايه من السيبيشيس جلاند. الوول بتاعها من بره الضغط اتقفلت يا ستي، حلو؟ وبعدين راحت متغلفه بالابيدرمس. الوول بتاعت تعالى ما نشوفها الاول اهي. مالتيبلكس ممكن تبقى واحده بس فسموها سيمبلكس، وممكن تبقى مالتيبل فسموها استياتوسيستوما مالتي فليكس. هنا بقى ديفكت في الكيراتينايزيشن، سبيشال كيراتين اللي هو الكيراتين رقم 17. بس متهيألي الكلام ده مش عاجبكم قوي يعني. ادي السيل، بصوا لها كده، بصوا لها كده تمعنوا فيها. بصوا لها يا اسراء، ادي السيستوما مالتيبلكس دي بنشوفها كتير قوي سبيشال في المين، تيجي في الفرونت اوف تشيستا وتيجي في السبروتم. دي انا عايز اوريكم اهي، دي بتشوفوها على فكره. السيستوما مالتيبلكس ممكن تبقى كمان معاها بانكتم، مش بانكتم ده كوميدون. طب ليه؟ ما هي اصلا فاتحه في مين؟ في الهير فوليكل. فممكن تزق الهير فوليكل فتعمل لها دايلاتيشن، تتملي دبرس واوكسيديشن، وتقوم جايه عامله لي كوميدونز. حلو؟ دي بنشوفها كتير قوي، اللي هي في الرقبه دي بنشوفها كتير قوي، بس في الفرونت اوف ذا تشيست بتشخصوها اكني. بتشخصوها والله بتشخص اكني. هي في التريتمنت وفي الاخر وحده، بس برضه تكوني عارفه. ماشي؟ استياتوسيستوما مالتي بليكس طبعا يعني لو حاجه طلعت منها. ماشي؟ اهي دي اللي بتيجي الفرونت اوف ذا تشيست، دي بتيجي كتير جدا وتشخص على انها اكني. بس دي الكوميدونز اللي فيها يلخبطوا. ما دي من ضمن الحاجات الكوميدونيك. احنا خدنا كده كام حاجه فيها كوميدونز؟ دي واحده والليبس 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 والليبس. انا قلت الليبس فيها كوميدونز، انا قلت ليها بانكتم. ليها بانكتم ليبس كوميدونيكس. سيرتو ستوما مالتي بليكس اهو، هنا كتابها غلط. ماشي؟ بقول لك ايه؟ تيزا ديرمال سيست لايند باي سينس ستراتيفايد كروميس الميسيليم، لا ويز جرانيولار سيليم. ماشي؟ اند سراوند باي كاركترستيك سين ايريجولار كوريجيتد زينوفيليك لينج سمول سيبيشس لوبيولز ار فاوند
in or immediately adjacent to the cell wall, يعني جوه السيل وول. حلو، ادي يا سيدي ادي الوول اهو، ده شوف الجرانولر سيل عامله ازاي، متخلف يقول لك ما فيهاش جرانولر، ده كلها جرانولر. وشوف الكونتنت اللي هي الفراغات اللي جوه دي، اللي هي شايفينها اللي هي دي، دي السيبو سايتس. ماشي، دي لما تيجي تشيلها طبعا بتشيلها سيرجيكال اكسيشن، وان هي مش شفتها، وعلى فكره حلوه. طب افرض انا مش عايز، او واحد رفض ان هو يشيلها، اديله ايه؟ ايزوتريتينويد. ليه؟ لانه هيعمل ايه؟ اتروفي في السيبيشس جلاند، فالسيست نفسها هتقل، او ممكن تشوف لها اكسيشن الكتروكوتري رايكوتري اي حاجه. هاتي بقى عشان نتاكد ان هو الراجل ده غلط، حته ان هي فيها جرانيولر او ما فيهاش، هي طبعا مش هتفرق كلينيكال، بس تفرق في وانت بتذاكري عشان ما تتلخبطيش. الدنيا وسعت شويه. شوف يا ستي، اقرا كده في السيت ستوما صفحه 34 عندك. سيست في الهيستوباثولوجي، سيست لاين ديفايس ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم ويز جرانيولار سيل لاير with thin corrugated eosinophilic cuticle adjacent sebaceous lobules naked to cyst wall. طب انا ليه احفظ الكلام ده؟ انا حافظ ان الدي سيست صح هنا مين؟ يبقى ليها وول عباره عن سيراتوفاس كونسيبسيليم ويز جرانيولار سيليه ومعاها سيبيشيس لوبيوس adjacent to the wall of the cyst. انا ليه اقعد احفظ كتير؟ ليه اقعد احفظ كتير؟ خلاص خلصت بقى، خلصت. انا لما اجي اتكلم دلوقتي عن الفنديبلر سيست او الابيدرمويد سيست، حاول ايه؟ كلهم نفس الفكره، كلهم دوم شيب نوديول، بس في واحده معاها بنكتم متنامه معاها دوم شيب نوديول، صح؟ اكتر فين؟ في اي هيري اريا، بس في الهيد النيك الاكستريمتيز، صح؟ ميبي سنجل ميبي مالتيبل، لو ضغطت عليها هتطلع تشيس لايك ماتيريال او سيبم او سيبيشس لايك ماتيريال. اعمل لها ايه؟ افتحها واخدها هيستوباثولوجي، خدت لها هيستوباثولوجي هلاقيها عباره عن سيست، والسيست ده طالع من الفنديبرا او كونكتد ليه، الول بتاعته ستراتيفايز كومس ابسيليوم ويز جرانيولار سيل لاير. والله انا اللي عايز انام اقسم بالله، ما انتوا ده انتوا اللي مصحيني منه. انا امبارح الساعه 7 وصحيت 9:30 وصاحي بقى خلاص، فقلت هنام ربع ساعه كده، الربع ساعه دي قلبت ساعه. ماشي، طيب يتبقى لنا موضوع سهل خالص اسمه ايه؟ ديرمويد سيست. فاكرين احنا خدنا الديرمويد سيست ده وشفناه في الجار بتاع الباثولوجي، فاكرينه؟ وكان جابوا اوفري، والاوفري دي كان فيه شعر واسنان، صح؟ ده عباره عن ايه؟ نورمال سيلز ان اب نورمال سايتس، ده عباره عن هامرتوما. حلو، ليه؟ لان الاوريجن بتاعته كذا حته كده متلخبطه مع بعض. انا خدت ايبيديرمويد سيست، الايبيديرمويد سيست ده كان كوتينيوس وكونكتد للجلد، صح؟ وكونكتد للجلد بانكتم. انما الديرمويد سيست ده ده سب كوتينيوس، يبقى اذا مين السكين كالرد؟ وسب كوتينيوس كمان، يبقى سب كوتينيوس سكين كالرد نوديوس، صح؟ هل ليه بنكتم؟ ملوش بنكتم. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بالعقل كده انا لو فتحته هلاقي ايه؟ هلاقي فيه كونتنت غير الكونتنت، انا ممكن الاقي فيه شعر، ممكن الاقي فيه تيس، ممكن الاقي فيه اي مصيبه. ماشي؟ بس ادي الديرمويد سيست، هو طبعا مش مهم ده مكتوب عندكم في الكتاب صفحتين، بس عباره عن الكوتينيوس ديرمويد سيست. هيجي فين السايت؟ قال لك هيحصل فيه، هو سببه ايه؟ سببه انه حصل انكلوجن. يعني ايه انكلوجن؟ انا دلوقتي انا عندي ديرماتومز المفروض بتقفل على بعض، صح؟ ديورنج امبريوجينيسيس. احيانا يجي سايتس اوف اوكلوجن اوف ديرماتومز دي وتقوم جايه معموله انفاجينيشن، خلاص؟ عشان كده هي بتيجي اكتر فين؟ في اللاترال ايبيكانسس او الميديال ايبيكانسس او فوق الابر اللاترال بارت بتاعت الايبراو، دي السايتس بتاعت الاوكلوجن عندي في الفيس. هنشوف بس الصوت، يعني شوف دي جايه فين؟ في اللاترال ايبراو مثلا. ماشي؟ ويقول لك ان الديرمويد سيست ده مش شرط ان هو يكون موجود في الجلد بس، ده ممكن يكون موجود في الجلد او اذر اورجنز، بس انا بتكلم دلوقتي عن مين؟ كوتينيوس ديرمويد سيست. ماشي؟ دي سايتس اوف فيوجن، ممكن اللاترال كانثث عند البيس بتاعت النوز. ادي الدرمويد سيست اهو، سبكوتينيوس نوديولز، سبكوتينيوس نوديولز هنا اهي، ادي عند الميديال كانسر اهو سبكوتينيوس نوديولز، هنا عند اللاترال كانسر سبكوتينيوس نوديولز. بقول لك لما اجي احس السيست
يجي واحنا في الكومنت يقول لك ايه علقت على السيست دي ازاي. انا دلوقتي شايف سيست اهي صح، هي فيرم ولا سوفت ولا هارد، ده واحد. كومبريسبل ولا مش كومبريسبل، يعني ايه كومبريسبل؟ يعني ضغطت عليها ولما سبتها رجعت تاني للوضع الطبيعي. بالسيتنج ولا مش بالسيتنج، لان المكان زي ده ده ممكن تكون هيمنجيوما صح، فهضغط عليها هلاقيها، لو هيمنجيوما هلاقيها بالسيتنج، انما دي مش بالسيتنج. ترانس اليومينيتنج اور نوت، يعني ايه ترانس اليومينيتنج؟ يعني لو حطيت عليها النور من هنا تنور من جوه ولا لا؟ تفرق؟ اه تفرق، لان دي الميوكوسيل ترانس اليومينيتنج، الجانجليون ترانس اليومينيتنج، انما دي لا. دي بتفرقها ليه؟ ماشي؟ يعني هي اوبيك من جوه عشان الكونتنت فيها كتير، انما لو الكونتنت بتاعها فلويد هتبان على انها ترانس اليومينيتنج. ماشي؟ يعني يقول لك شوف ان هي فيرم نوت كومبريسبل، يعني ايه؟ ادوس عليها ما تربطش معايا. نون بالستايل سبكوتينيس، ادوس عليها مفيش بالسيشن. نون كومبريسبل ادوس عليها عقبال ما ترجع تاني تاخد وقت، دي بيسموها نون كومبريسبل. ماشي؟ والسايتس بتاعها زي ما احنا شايفين، وادي الكونتنت بتاعها فيها شعر واسنان وقرف وزفت وطين وشكرا. سيرجيكال سيشن ليها علاقه بالجلد او سبكوتينيس كلها هتبقى ولد ماركت. يعني ايه ولد ماركت؟ فلسه وصلش؟ لا لا مش شرط، انا ما دي سب كوتينيوس ضايعه، يعني ممكن تكون حاجه عامله كده، يعني البارتس بتاعتها كده هتبقى نوديول. اه ممكن يعني كانها بس تبقى عامله كده مثلا عريضه، بس عشان حاجه ممكن اللي انت بتقول عليه ده سكين تاج. لا لا لا، حاجه تحت الجلد، تحت الجلد ده لازم بايوبسي، لازم بايوبسي. ادي الدرماتيتس طبعا مش هنتكلم فيه كتير، وليه واحد كان لو حاجه كونجنتال. نعم حاجه كونجنتال ماله، لو حاجه كونجنتال سنسبيرز ما تاخدلها بايوبسي، ما تبعت بالك. اللي عايز يا ولاد اي حد ياخد بايوبسي بتعلم بايوبسي، بس تبقى حاله تستاهل يعني. لا لا طفل. ايوه يا ستي ما تبعتها لي، ممكن بس هتكلفك. نيجي بقى نوت لينن لايند باي ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، اللي هو الايبيثيليوم العادي بقى. الجلاندز دي يعني ايه كلمه ايبيثيليوم الاول؟ ذا سيلز على بيزمنت ميمبرين صح؟ ده ايبيثيليوم. الجلاندز مين اللي يقدر يقول لي بقى؟ الكراين جلاند اللينينج بتاعها ايه؟ هل ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم؟ لا ده عباره عن كويبودال سيلز على بيزمنت ممبرين صح. لو كانت الاكراين تبقى مور فلات، لو كانت ايبوكراين تبقى مور لارج كويبودال سيلز، وليها في شايف الديكابيتيشن بتاعه الايبكس بتاعها. ماشي؟ طيب الهيدروسيستوما يعني ايه كلمه هيدرو؟ ميه، وسيستوما يعني كيس. هيدروسيستوما يعني كيس مليان ميه صح. طب الميه دي جت منين بقى يا دكتوره ولاء؟ زادت ليه؟ الضغط بتاعتها اتقفلت او ان الجلاندز بتاعتها هي اللي زادت فكميه الميه زادت صح يا احمد؟ حلو. الكلام اللي هقوله ده هو مش عارف بقى موجود عندكم في الكتب ولا انت عندك ايه بوكراين هيدروسيستوما وايكراين هيدروسيستوما؟ لا غير بعض خالص. ايكراين هيدروسيستوما، ايكراين هيدروسيستوما ده تيجي نتيجه obstruction في الضغط بتاعت السويت جلاند، انما الايبوكراين هيدروسيستوما مش نتيجه الاوبستراكشن في الضغط، نتيجه بناين تيومر او ادينوما في الجلاندز نفسها. في الهيستوباثولوجي الاثنين زي بعض بالظبط، بس واحده فيها ايبكس والثانيه ما فيهاش. الايبوكراين نتيجه الاوبستراكشن في الجلاند في الضغط، والايكراين لا العكس. الايكراين نتيجه لا يا بنتي دي الايكراين. والايبوكراين نتيجه اوفر بناينتو او ادينوما في الجلاند. يبقى انا عندي هنا ايبوكراين ممكن تكون سوليتري ومالتيبل، الاثنين زي بعض بالظبط. دي الايبوكراين اللي بتيجي اكتر عند اللاترال. طبعا الايبوكراين جلاند هو الايبوكراين جلاندز دي موجوده في الاكتر في الاكزيلري والجروين، بس هو موجوده في اماكن كتير، يعني ممكن موجوده في اللاترال كانثس هنا صح، ودي ذا موست كومن سايت فيها اللي بيسموها هنا ايه ايبوكراين هيدرو سيستوما، بتبقى سنجل او مالتيبل وبتبقى تيجي عند اللاترال كانسس. انما الاكراين هيدروسيستوما احنا بنشوفها كتير جدا بقى الايام دي، تيجي لي عيانه
بترانسليوسنت فيزيكال صغيره كده ديب سيتد فيزيكال وبتيجي اكتر تحت العين وفي التشيك. تيجي تقول لك يا دكتور ان انا ما بطلع في الشمس او انت تساليها بقى بتزيد حجمها بيزيد ليه؟ نتيجه الريتنشن بتاع السويت. حلو. والتيب اول ما تجيبي لها حقنه انسولين كده وتفرقعها تقوم جايه منزله الميه بتاعتها، دي بيسموها اكراين هيدروسيستوما. الايبوكراين غالبا سنجل، انما الاكراين غالبا مالتيبل وبتيجي اكتر في التشيك والاندر الاي. ايه الفرق بينها وبين السرنجوما؟ دي بابيول، انما دي فيزيكال. السرنجوما لو شكيتها مش هتنزل ميه، صح؟ السرنجوما دي بناين تيومر في السيرنج في الضغط بتاعت الجلاند. طيب ادي يا ستي ايبوكراين هيدروسيستوما، دي جاينت ايبوكراين هيدروسيستوما. انما دي ايه بقى؟ شايفين الفيزيكال اهي، دي زي كده بالظبط بس مالتيبل بقى اكتر من كده بشويه. ايكراين هيدروسيستوما هو ايه بقى؟ الخرزه اللي محطوطه في الانف دي او في النوز دي بشوفها كتير جدا، دي هما بيبخر منها ولا بيلزقوها بس كده؟ شفتي في منها كده وفي منها كده، في منها سنجل وفي منها مالتيبل، فاهمه دي الحاجه بشوفها كتير. دي بقى بنشوفها كتير جدا، اول ما بعمل لها بنشر تقوم جايه منزلها كلير فلويد. نعم الاكراين مالتيبل، افتكر الاكراين بالخرزه اللي جنب ال... يعني واحده ولا كتير؟ لا كتير، اكراين كتير وبنشوفها كتير على فكرة، وبتتشخص على انها اكني. يعني دي مثلا ما قلتش فيلوكلايتس؟ لا هي مش فيلوكلايتس، هي تيجي في واحدة كبيرة في السن وتيجي تقول لك ريليتد للهوتنس، واول ما تزيد في الصيف وتقل خالص في الشتاء، ما تكونش موجودة في الشتاء خالص، ولو دخلت المطبخ وعملت الكحك ولا البسكوت بتاعها ده بتزيد. دي ايه بقى؟ الكراين هيدروسيستوما، شايفين ديب سيتد فيزيكال. عادي تجي لكم بس في الامتحان. يلا مين بقى اللي يشخص لي دي بقى ايه؟ دي ايبوكراين ولا ايكراين هيدروسيستوما؟ بصوا سيبكم من الكتابه اللي فوق، بصوا على الديكابيتيشن. بصوا هو طبعا الديكابيتيشن اللي بتبقى موجوده جوه بتلص ديورنج بروسيسنج بتاعت الايد، علشان كده احنا هنبص على الديكابيتيشن اللي لسه هي بتحصل. تعالوا شوفوا كده، شايفين ادي الخلية نفسها اهي، الجلاند اهي او السيلز اهي، شايفين حتت صغيرة زرقاء كده دي، سيبكم من بتاع الحمد لله، الحتت الصغيرة دي الديكابيتيتد بارتس اللي بتبقى موجودة في الايبوكراين هيدروسوما، دي بتشخصوها. شايفينها تو كوبيدال روست اوف تو كوبيدال سيلز، تو روست اوف تو كوبيدال سيلز، ومعها ديكابيتيشن موجودة في عند الايبكس بتاعة الجلاند. ادي الايبوكراين هيدروسوما شايفين الحته دي، حابب دول دي بيسموها ديكابيتيشن. ماشي؟ ديكابيتيشن يعني ايه ديكابيتيشن؟ يعني ايه بتفتحها تشال؟ هي كل هو الفانسي اللي هو الاساسي بتاعها تو روز اوف لازم تو روز اوف كروزوتس. انما الاكراين هيدروسيستوما هو 1 رو بس 2 تايبس اوف سيلز. ماشي؟ واحده صغيره والثانيه كبيره. ادي انما دي بقى ايه؟ اكراين. شايفين بقى من جوه؟ مفيش. ابص من هنا مفيش، هنا في ديكابيتيشن. شوف الفرق بين دي ودي. هو الديكابيتيشن ده يترجم كلينيكال ازاي؟ لا كلينيكال. انت بتهزري؟ انت هتشوف كلينيكال؟ وبعدين تشوفها كلينيكال؟ اذا كان احنا مش عارفين نشوفها يا هيستو بس مش هتشوفها كلينيكال ازاي يعني؟ يعني ملهاش مغزى يعني. قصدي ان هو مثلا بيحب ايه؟ لا بتشخصي دي ايه؟ بوكراين ولا اكراين؟ ايوه بتشخصي في تشخيصك. بس هي مش هتفرق لان الاثنين العلاج واحد. بص الايه بوكراين من الاكراين هيفرقوا في السايت وهيفرقوا في الهيستوبسوشن. في السايت دي بتحب اللاترال كانسس، الثانيه بتحب الاندر في التشيك. صعبه كده؟ اندر الاي والتشيك. بيري اوب بيري اوب. الاكراين. ماشي. تمام. هو ان الابو كراين وان روف تو تايبس اوف سيلز. ايه هو تو تايبس؟ واحد الراجل والتاني سمول. يعني هما تو تايبس اوف سيلز، وان روف سمول اند لارج. بصي انا هوريها لك ايه.
الابوكرايم بتحب ايه ميديا هنا زي ما قلت لك ان هي بتبقى مور فلات اللينج بتاعها بتبقى مور فلات ماشي هي بتبقى بس هي المفروض تكون اكبر من تنسيق انما دي تو روز اهي صفين اول ما اشوف صفين يبقى دي بتاعت مين الابوكرايم قالوا ايه بقى تو روز الابوكرايم يا ماما الابوكرايم واحد بس الابوكرايم ابوكرايم 1 رو و2 تايبس اوف سيلز ابوكرايم 2 روز صفين طيب اشيلها ازاي انا بحب اشيلها قوي قوي الحته دي اللي هي بتاعت الاكراين او ايبوكراين اكراين نصيحه ابعد عنها في ناس بيقول لك اعمل الكتروكوتري لايت الكتروكوتري كده ليه انك لما تعمل الكتروكوتري كانك عملت فيها سكار خفيفه ومش خلاص الجلاند دي في بدايه جت جرعه ثانيه في ناس يقول لك طب ادي كراتوليتك حاجه زي الاكريتين زي النورمالين علشان تفتح الدكت في ناس بيحقنوا بوتوكس وكانت حصلت مشكله كبيره كده كان الدكتور ماجد عال ان هنعمل اكراين هيدروسيستوما في السويت جلاند ان هنحقن بوتوكس في الاكراين هيدروسيستوما هي مكتوب هو مش من تاليفه بس هو قاعد يقول انا هو المشكله بقى ان في ناس دخلت عليه قالوا له انت جايب الكلام ده منين؟ طب ما كان يقول في الكتب مين ده ماجد؟ كانت مشكله كبيره ومش عارف ايه هو بيحقن بوتوكس في الكراين هيدروسيستوم طب ما هو ده موجود اصلا مكتوبه ده مكتوبه في المحاضره دي بقى لها بتاع 10 سنين هي مكتوبه مكتوبه في الكتب هو قال انا اللي مؤلفها انا اللي عاملها التاني يقول له انت ما عملتش بيبر ليه او جايبها من انهي بيبر قاعد يقول انت عارف انا وانا ما هي مكتوبه اصلا ما هي معروف انا دخلتها قناه على فكره ما هي مكتوبه ان هي موجوده لا هي من تاليفك ولا هو من فزلكه منك طيب سيستس بقى وزاوت ابيثيليا لينك خالص تحت انا بقى الميوكوسيل والجانجلون ودوتوت وبتقرون بقى عيب بقى انا اقوله تعرفوا بس ان هو موبوسيست واحد الميوكوسيل دي اكتر في اللور ليبس والجانجلون دي بتبقى ريليتد للتنتون والاثنين بيصاب بالاثنين بيحصل لهم ترانس اليمينيشن بس انا عايز اوريكم بقى ايه الترانس اليمينيشن وجمالها بس ادي الميوكوسيل سموها ميوكوسيل لانها فيها ميوكوس لايك ماتيريال طبعا في حاجه اسمها ديجيتال ميوكوسيل حاجه اسمها ديجيتال ميوكوس سيست اهي عشان بس تشوفوها بس دي حاجه اسمها ديجيتال ميوكوس سيست ماشي ديجيتال ميوكوس سيست اهي وديجيتال ميوكوس سيست دي بتعمل ديستراكشن لمين للنيل بيبقى فيها جديدا الاستريشن زي ما انتم شايفين وديبريست نيل ديفورميتي الترانس اليمينيشن اللي بتكلم عليها هي يا شباب شوف انا نورت راح منوره معايا الترانس اليمينيشن دي بتبقى في الدرمويد لا ماشي انما بتبقى موجوده في الميوكوسيل وبتبقى موجوده في الجانجليون ادي الجانجليون دي طبعا كلكم عارفين الجانجليون وخدتوها في الجراحه دي بتبقى سيست وبتبقى ريليتد للتندون اول ما اعمل اكستنشن كده تظهر اول ما يحصل فليكشن تروح تتحرك مع التندون تتحرك مع التندون وبرضه دي بحقنها انتراليجنال سترويد وشكرا على كده ماشي يبقى انا كده خلصت مين الابيدرمال سيست انا كده خلصت الابيدرمال بناين ابيدرمال تيومرز تمه